تحية كبيرة للشابات الفتيات الغزالات المنورات، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. غادي يكون هذا الفال ديالك هي السمرة بصفة مدققة، إن شاء الله يكون الفال ديالك خير، إن شاء الله الفال ديالك يكون إيجابي. كنشكركم السمروات على المشاركة ديالكم في التعليقات، على اللايكات ديالكم، على الكلام الجميل ديالكم. فان شاء الله الفال ديالكم يكون زوين لهذا النهار هذا. انا السمراء راه كتعجبني انا ديك انا السمراء في التعاليق، انا غير هنا غيكتبوا لي غير انا السمراء في التعاليق ويكفيني. فان شاء الله الفال خير وان شاء الله الفال ايجابي. غادي تكوني انت هذه السمراء وهذا الحظ ديالك، كنتي متزوجه ارمله مطلقه عازبه، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب. انا هذه الهضره بغيت نقولها في الفال اللي نكون دخلت فيه البيضه والسمراء والحنطيه، ولكنني غادي نقوله دابا وعادي نعاود نرجع نقوله. بالنسبه للفال، لما كندير الفال فانا كنهضر على الكل، لان كيجيو بنات او سيدات في التعاليق كتقول لي والارمله والمطلقه والمنفصله والعازبه اللي ما عندهاش حبيب. فالفال لما كنديرو هذا فال عام، هذيك اللي كتبغي القراءة خاصة فكتكون قراءة خاصة لها مدفوعات الأجر على الواتساب. هنا كتكون قراءة عامة ياك. وسبق وقلت لكم انا المشاهده ديالي قليله جدا، فكيفاش بغيتي ندير انا لكل فئه بوحدها؟ شكون اللي غادي يشوفني؟ 100 واحد او 50 واحد في كل فيديو؟ فكنتو كتطلبوا مني كل بشره نديرها بوحدها، فهانتوما كتشوفوا كل بشره كنديرها بوحدها مشاهده ما كايناش حتى الدعم، ولو نقولوا مثلا المشاهده قليله فحتى اللايكات ما كاينينش، مشاهدة قليلة على الأقل لايكات على الأقل تعليقات، فما كاينش هادشي. هادشي ما كيشجعنيش أنني نزيد ندير فيديوهات على حساب كل فئة وعلى حساب الطلبات ديالكم. زائد كيطرحوا عليا البنات كتقول لك مثلا كتقول لك ما هضرتي لياش على الحبيب او الزوج اللي يشتغل في مصلحه حكوميه، ما هضرتي لياش مثلا على الشخص اللي كذا وكذا وكذا. ف انا الا جيت نبقى نهضر على كل مهنه بوحدها راه ما غاديش نتقاضى، ما غاديش نسالي، واخا. فالفال واصول الفال واصول الكارطه المغربيه كتهضري على حسب لون البشره ياك. فمنين كنحط الكارطه وكنهضر بصفه عامه وكنقول الابيض، كتشوفي انت هذاك الحبيب ديالك ولا هذاك الزوج ديالك كيف ما كان العمل ديالو، ابيض كان اللون ديالو، كتمشي عليه القراءه. فوقتاش كنحدد الا كان، وقلتها سابقا غير يمكن البنات ما كينتبهوش او البنات الجدد اللي ما كيعرفوش، ها حنا هضرنا مثلا على الابيض ياك. بعض المرات كتجي شي اشياء محدده الابيض بصفات معينه، فكنهضر في الاول بصفه عامه مجمله على الابيض، ولا بان لي مثلا الابيض اللي كيشتغل في مصلحه حكوميه او اللي هو اجنبي او هو اللي في البلاد البعيده او هو اللي كيتنقل او كيسافر بزاف، فكنحدد او كانت شي مواصفات خاصه بهذاك الابيض. مادام انني ما حددتش، مادام انني ما ذكرتش تحديدات واوصاف خاصه بهذاك الشخص، فالفال كيبقى واحد. اوكي، فهذه انت يا السمراء وهذا الحظ ديالك، وان شاء الله فالك خير وان شاء الله فالك ايجابي، وانت وحظك مع الفال، انت وما عطاك الفال، انت وزهرك. قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله. قلبك هنا على العمل او على الدراسه او على محكمه او اداره كيف ما كانت، كتفكري هنا في حاجه غاليه او حاجه عندها قيمه كبيره، هي حاجه ماديه، وغادي ياتيك الله بفلوس ولو هي قليله بالعدد 6.
بانت لي هنا سيدة اللي غادي تدخل المصحة ولا المستشفى من أجل الولادة، فكاينة ولادة عند البعض فيكم. واللي هي حاملة يعني، وماشي الموعد ديال الولادة ديالها هاد الأيام، فانتبهي انتبهي اللي راكي حاملة، انتبهي على الحمل ديالك. اللي عندها مشاكل عاطفية، مشاكل زوجية، مشاكل مع الحبيب أو مع الزوج غير هاد الـ5 أيام اللي مضت، فكنقول لك كاين عندك حلول وكاين عندك تغييرات الى الاحسن. اللي كتسال على السفر، عندك امور جيده في السفر، سواء كان سفر بعيد او المسافه قصيره، فغادي يكون بشكل ايجابي وفيه ارزاق وفيه خير ليك هذا السفر هذا. والبعض فيكم عندها اموال او رزقه، هي جوج الرزقات جايه لك وبالزهر وبالحظ الكبير من البلاد البعيده. كنشوفك شويه السمراء، غادي تكوني مقلقه او نفسيتك شويه تعبانه، خصوصا اللي هي حامله واللي عندها ولاد، ممكن الولاد ديالك يكونوا مسببين لك مشاكل، او غادي يكون عندك شويه قلق على الابناء ديالك. بالنسبه للعمل، فالبعض فيكم عندها عمل جديد، والبعض فيكم في العمل ديالها غادي يكون عندها اشياء جديده. واللي كان عندها مشاكل او عراقيل بخصوص اوراق، هاد المشاكل غادي تحل بعد 4 اوقات، يعني بعد 4 ايام او اقصى حد 4 اسابيع. الا كنتي كتسالي على الرجل الابيض، فكنقول لك هذا الرجل الابيض مازال كاين في الخط ديالك، كنشوفه شويه هو بحال غضبان او كيشك فيك او كيراقبك هاد الايام. كنشوفه هو من طرفه باغي يدير تغييرات، باغي يدير تحسينات في التعامل معك، وباغي يظهر معك، وحتى الا كانوا الاهل ديالو مسببين لك مشكل، فبالعكس كنشوفه بحال باغي يصلح الاوضاع بينك وبين الاهل ديالو، وغادي يتوصل لهذا الشيء هذا، وغادي يكون بينك وبين الاهل ديالو موده ومحبه. وكنشوفه بقلبه معك، كيفكر فيك، كيخاف عليك هذا الانسان هذا لواحد الدرجه كبيره بالطاقه الحاليه، يعني ما يبغيش يصيبك ضرر او شي حد يتعدى عليك او شي حد يظلمك، فدائما كيفكر فيك، او غادي يكون كيسول فيك واش ما خصك حاجه، واش انت بخير. فحمل الهم ديالك هذا الانسان هذا. تنقول لك الا كان هذا الابيض هذا كنتي شاكه فيه ومتاكده ان عنده طرف ثالث، فكنقول لك هذاك الطرف الثالث كاين بينه وبينها خصام، او كاين بينه وبينها فراق، وهذا الطرف الثالث هذه تابعه وبالاسحار باش انها ترجعوا. اما هو فبحال بغى يتخلى عليها حاليا بالطاقه الحاليه، هما مختلفين ومفارقين، ولكن هي لن تنساه، غادي تبقى وراه وراه بالاسحار حتى انها ترجعوا. كنشوف الا كنتي كتسالي على الرجل الاسمر، فالرجل الاسمر الا كان هذا الحبيب ديالك وكتقولي واش نيته صافيه، كنقول لك نيته صافيه وكيفكر فيك على نجوم الليل وباغي الزواج، ومازال يتهلا فيك من الناحيه الماديه، والا مشيتي تتزوجتي بهذا الاسمر هذا فغادي تعيشي عيشه الملوك. كنقول لك حاليا يعني في هذه الايام هذه ما غاديش يكون معاك بالجسم ديالو، يقدر يكون عنده اسفار او اشغال او غادي يكون منشغل عليك، ولكن القلب والتفكير ديالو معاك، الاتصالات الهاتفيه غادي تكون، كيف يفكر فيك وكيف يفكر انه يتعرف على الاهل ديالك او يعرفك اكثر واكثر، وكيف يفكر انه يكون عندك بيت معاه او تشاركيه الحياه ديالو. بالنسبه للحنطي، فالحنطي هنا كنشوفه مشموت او عنده مشاكل كثيره، ويعني ما كينعش بالليل وتفكيره كثير، كيفكر فيك هذا الحنطي هذا. كنشوفه بحال كيكون دائما مخبي هاد الايام، او ما باغيش يتلاقى مع اي احد، فباغي يبقى بوحدو، باغي يعالج المشاكل ديالو بوحدو. هاد الانسان هاد الايام ما كيبغيش حتى حد يتدخل له في الامور ديالو، فغادي يكون منعزل و
يفكر في المشاكل ديالو حتى يحلها. هذا الحنطي هذا ممكن يعرض عليك زواج خلال هذا الشهر. انا واخا القراءة دايرها غير الايام المقبلة القليلة، ولكن كيبان لي هذا الحنطي خلال هذا الشهر ممكن الاغلبية فيكم عندها عرض زواج من عند هذا الحنطي، ويتم الزواج ديالك على خير وتعيشي معاه في سعادة وخير. وخصوصا يعني الاغلبيه فيكم هكا، وزائد ان خصوصا اللي عندها الحنطي كيتنقل بزاف او كيسافر بزاف، او يعني عنده سياره، او هو كيشتغل سائق كيف ما كان سائق في سياره حافله قطار، ان شاء الله يكون بيلوت علاش لا. ياك هذا غادي يكون عندك معاه زواج، يعني نسبه الزواج مع هذا الشخص كبيره جدا، يعني يكون اجنبي، حنطي أجنبي في البلاد البعيدة أو كيسافر بزاف، نسبة الزواج معاه كبيرة. وحتى الأخريات اللي هذا يعني في الوطن، فكنشوفو غادي يهضر لك على الزواج أو باغي ترسيم العلاقة معك. وحتى هذا إلا تزوجتيه خلال هاد الأيام هذه تعيشي معاه في خير وسلام، بحال الأسمر، غير هو البنات اللي عندهم الأسمر أكثر، يعني تعيشي أكثر اكثر حظا، وحتى الحنطي، ولكن الاسمر اكثر. بالنسبه اللي كتسال على الابيض، فالابيض كنشوفه باغي يزهر معك. كاين امور قلنا اللي هي بينه وبين الاهل باغي يسويها وتكون العلاقه ديالكم مزيان. فهضرت انا على الابيض، لا داعي انني نكرر هذا الشيء هذا. فهذا اللي بان في القراءه الاولى، وغادي نعاودو نشوفو القراءه الثانيه. فما تنساوليش السمرات المحبات اللي كتبغيو تدعموني واللي كتعجبكم القراءة ديالي، ما تنساوليش لايك دابا باش ما تنساوش، حيت انكم كتسالي القراءة وكتخرجوا وما كديروليش لايك، وانا السمراء وهذه السمراء وهذا الحظ ديالك، وان شاء الله فالك خير وان شاء الله فالك ايجابي، وانتي وحظك مع الفال. قلبك تخمام كي أتيك الله، قلبك تخمام كي أتيك الله، قلبك تخمام كي أتيك الله. قلبك على حياتك العاطفية وعلى حياتك الزوجية، كتفكري في التغييرات، بحال مليتي الروتين، مليتي الحياة المعتادة، بحال باغية حياة أخرى، حياة جديدة بنمط جديد بأفكار جديدة. فمزيان هكا تكون الأفكار ديالك إيجابية. هنا غادي أتيك الله قبلت المخزن او بعمل، ولكن واش فيه حظوظ او لا، نحطو الكارتة ونشوف. انت مراقبة من طرف الحنطي، وهذا الحنطي هذا غادي تكون بينك وبينه وبين مرأة ورجل آخر عقد، يعني يقدر هذا يكون الزوج، الحبيب، الأب، الأخ، الابن، أو شخص أنت كتعرفيه وكتعاملي معاه. فهو كيراقبك، وغادي يكون عندك إمضاء أوراق بينك وبينه وبين رجل ومرأة أخرى، يقدروا يكونوا زوجين. شوف كنشوف هنا شوي العتبة، عليها ضغوطات، العتبة ديالكم خصها تنظيف، كاين أرزاق كتيرة واقفة أو موقفة، لأن العتبة عليها أسحار أو عليها طاقات سلبية. تنقول لكم اللي عندها الحنطي كيفكر في الزواج بواحد الصفة اللي هي كبيرة، خصوصا عاود هنا كيبان لي اللي وقع بيناتكم خلاف وكتنتظري الرجوع، وقع بيناتكم خلاف وكتنتظري الرجوع،
او اللي تصالحتي مع الحنطي مؤخرا. فالحنطي هذا كيفكر في الزواج وكيفكر في ترسيم العلاقة بشكل كبير جدا، وكنشوف كراكي مراقبة من هذا الحنطي هذا، ومازال غادي تظهري معاه وفيه خير. وحتى إذا كان الزوج ديالك هذا، فتنقول لك الزوج ديالك بحال كيشوفك كتفكري فيه بشكل اللي هو خاطئ، يعني كتحكمي كتصدري احكام على هذا الزوج ديالك اللي هو حنطي، وهذيك الاحكام خاطئة. بالنسبة للابيض، فالابيض كاين الحب، يعني كاين في الخطة ديالك، واخا بعيد عليك، واخا يكون عاطيك بالظهر، ولكن الحب كاين، مازال غادي يساعدك ماديا او غادي يهديك بهدية. وكذلك اللي عندها الابيض في البلاد البعيدة، فكاين المجيء ديالو، واللي كانت كتنتظر مكالمة هاتفية من الأبيض اللي هو أجنبي أو في البلاد البعيدة، مازال غادي يتصل بك. وكذلك هنا كتبان لي مرأة كبيرة اللي كاينة في البلاد البعيدة، حتى هي مازال غادي تتصل بك، وعندك معاها حاجة ثقيلة، يعني عندك معاها فلوس أو رزقة اللي هي كبيرة. هذا الأبيض هذا كنشوفه شوية مهموم مغموم، حالته النفسية متدمرة، وخصوصا اللي بينك وبينه هضره على الزواج، فهو كيفكر في الزواج، باغيك تكوني الزوجه ديالو، ولكن شويه عنده بلوكات، عنده موانع، عنده حاجات كتعرق له اكتمال هذا الزواج هذا. بالنسبه للاسمر، فالاسمر كنشوفه كيشوف لك زهرك، مازال غادي يقول لك هضره وكلام، ومازال غادي يهضر لك على تنقلات او تحركات. كنقول لك الى مثلا هذا الاسمر خلال هذه الايام بغاك تخرجي معاه، فمن الاحسن ما تخرجيش، لان ممكن هذه الخروجه يكون فيها صداع او خصومه. الاتصالات الهاتفية منه غادي تكون، ولكن حاولي تكوني هادئة، ما تكونيش يعني تجلبي المشاكل أو تختلقي مشاكل أو تديري من الحبة قبة، فممكن تقلبي الأمور كلها عليك. هذا الأسمر هذا باغي يستمر معك، كيشوف لك الحظ ديالك، مازال هضره وكلام كتير بينك وبينه. وكنشوف كذلك انت هنا مازال غادي تظهري على عمل، او عندك اشياء ايجابيه في الدراسه، او حتى الا كنتي كتنتظري فلوس عن طريق العمل او عن طريق اداره، فالفلوس مازال غادي تجيك. وكذلك عندك هنا هضره وكلام مع رجل مسؤول، وغادي تكون بشكل ايجابي. فهذا اللي قال الفال. بالنسبه للحوامل، ردوا بالكم، اللي هي حامله ترد بالها، يعني ما تديريش شي اشياء اللي تفقدك الجنين ديالك. والبعض فيكم عندها دخول مستشفى او مصحة من اجل الولادة. ونشوفو الفال الثالث. هذه انتي السمراء، وهذا الحظ ديالك، وانتي وحدك مع الفال. البعض فيكم كتفكر بزاف في الليل ومغيرة، خصوصا اللي متأخرات في الزواج، فتيقول لك الفال عندك. شو انا كنحدد بالنسبة للمتأخرات عن الجو، خصوصا من 40 سنة فما فوق، انتي اللي الليل ما كتنعسيش، وكتكوني كتفكري بزاف ومغيرة على سعدك، وكتقولي انا واش صافي ما عنديش زواج. فكنقول لك هنا قريبا سيتقدم لك رجل اسمر، ممكن يكون اجنبي او في البلاد البعيدة، او كيتنقل كثير، وكاين البعض فيكم اللي غادي تقدم لها رجل مرموق او عنده مكانة مهمة في المجتمع.
كنشوف هنا العتبه ديالكم شي شويه هاد الايام ماشي هي هذيك، فشويه ديال تنظيف العتبه، شويه ديال انكم تخففوا من الثقل اللي كاين على العتبه. كنشوف كل امر خاص بالعقود بمحامي بموثق بمدير او مفتش، هاد الامور كلها غادي تكوني ظاهره عليها. عندك تغييرات الى الاحسن من ناحيه العاطفيه. الحين طيلا كنتي كتنتظري مكالمه هاتفيه منه، فغادي يهضر معاك وغادي تكون هضره اللي هي عاجبك. راه هاد الحين طيب باغي يدخل للدار سواء كان حبيب او زوج، ولكن الدار شويه فيها موانع او مبلوكيه عندكم العتبه. اما الحنطي فهو مهتم بك، مهتم بالعتبه، مازال غادي يتصل بك، باغي يظهر معك، انسان في الطاقه الحاليه نيته صافيه، عنده ارزاق دخلته كثيره، ومازال حتى انه يجيب لك هديه او يساعدك ماديا هذا الحنطي هذا. بالنسبه للاسمر، فالاسمر القلب ديالو والفكر ديالو معاك انت، شي شويه اللي غادي تكوني متكبره او هزاني فيك للسما وعاطيه لراسك اكثر مما تستحق. نقولي لي لا لا استحق استحق. فغادي تعذبي شي شويه هاد الاسمر، واخا انت يبان لك بانه هو اللي معذبك، لا بالعكس انت اللي معذبه الاسمر، فهو مقلق وباغي يرضيك وباغي يكون معاك، وكنقول لك نيته صافيه هاد الاسمر هذا، فانت اللي شي شويه غادي تكوني غضبانه او مقلقه او دافعه عليه كبير. كنشوف كذلك هنا غادي يكون عندك مع انسانه اللي تقدر تكون الاخت او تكون مرأة يعني كتعاملي معاها في العمل، فغادي تهضري انت وياها بخصوص حاجة مهمة جدا، حاجة كبيرة جدا، غادي يكون بيناتكم هضرة مطولة انت وياها، وغادي تنجحوا في هذا الشيء هذا اللي هو مادي اللي غادي يكون بينك وبينها. تقدر تكون شراكة، يقدر يكون مشروع، يقدر يكون شراء شيء اللي هو مشترك بينك وبينها، فامورك معاها غادي تكون رائعة جدا. بالنسبه للابيض، فالابيض غادي يكون رومانسي، غادي يكون كيبغي الحب، الغراميات، الذهول، علاقات، خصوصا الابيض اللي ها هي دي جات اللي قلنا حيت كتجي الحاجه راه كنقولوها هنا، خصوصا الابيض اللي هو يشتغل في مصلحه حكوميه او يلبس لباس خاص في العمل ديالو، فهذا هو اللي غادي يكون بهذا الشكل، غادي يكون مشتاق لك، غادي يكون كيبغي الحب، غادي يكون كيبغي الرومانسيه، العلاقات الغراميه، ممكن يكون هذا الحبيب ديالك هو في الامن او هو في الجيش او في الدرك وبعيد عليك، فجاي لك وهو مشتاق، فما تصديش كوني يعني في الاستقبال ديالو، لان كنشوفك حتى مع هذا الابيض اللي هو يشتغل في مصلحه حكوميه بحال غادي تكوني شي شوي ثقيله في التعامل معاه، اما هو غادي يكون مشتاق لك اشتياق كبير وباغي الحب، باغي الغرام، باغي الرومانسيه، هاد الابيض اللي يشتغل في مصلحه حكوميه. هذا اللي جاء في الفال ديالك، فكنظن انني قلت كل شيء. بالنسبه للمغتربات انتبهوا من الغدر، من الاحتيال، من النصب هاد الايام الثلاث المقبله، انتبهوا ان شي حد يديرها بكم، انتبهوا للاوراق ديالكم، انتبهوا للفلوس ديالكم، انتبهوا للامضاءات اللي غادي تكون عندكم، انتبهوا للمشتريات ديالكم اللي تكون ناقصه، فانتم شويه معرضات هنا للغدر، كما انكم معرضات للغيرة، يعني كاينه غيرة كبيرة سواء كيما كانت من الأنثى، ما كنقولش من الرجال، فهي من الأنثى غادي تكون غيرة، وخصوصا من السيدات اللي أكبر منك في السن يكونوا كيغاروا منك. فهذا مجال الفال. بالنسبة اللي عندها الأبيض الناحف، يعني ابيض نحيف، وهذا هو اللي عندك معاه رجوع او كيفكر في الرجوع الى كنتي مطلقه معاه او كان خصام بينك وبين هذا السيد، فكنشوف انه كاينه مصالحه وكاين رجوع مع هذا السيد هذا. فكان هذا الفال ديالك يا السمراء، كنتمنى نكون فدتك ولو بالقليل، كنتمنى تكوني دوزتي وقت ممتع في هذا الفال هذا، تهلاو في راسكم، استمتعوا بالحياه، ما تخدموش الاخرين على مصلحتكم، انت الاول، واهتمي بنفسك وما ترهقيش نفسك او تدمري حالك، ارتاحي، اهتمي بنفسك، شوفي
فقط المتطلبات ديالك، لا تهتمي بالآخر ولا تصدري أحكام على الآخرين، كوني أنت. إلى اللقاء، كنبغيكم بزاف، باي باي، ما تنسونيش.